الحديث السادس عشر عن عبد الرحمن بن عبد الله مسعود عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله ومناصحه ائمه المسلمين ولزوم جماعتهم فان الدعوه تحيط من ورائهم رواه الترمذي وهو حديث صحيح نظر الله امرا النضره الرونق حسن المنظر البهجه نظر الله دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بان ينضر وجه من يبلغ حديثه للناس وان يجعل في قلبه البهجه والسرور النظره والحبور لان الله رزقه علما فاستعمله في نفع الخلق الرونق النظره النظره دليل الرخاء ورفيف النعمه نظر الله قيل وجهه في الناس يعني جعله وجيها قيل حسن حاله جمل وجهه نظره نعمه ليه؟ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها اذا هذا انسان سمع الحديث ففهم معناه فوعاها ثانيا حفظها ثالثا بلغها هذا الدعاء الانسان قام بالثلاثه يحفظون السنن سنن النبي عليه الصلاه والسلام بوعي وفهم ويقظه ثم يبلغونها بامانه وهذا الحديث احد الاسباب التي اعتمد عليها الامام النووي رحمه الله في جمع اربعينه الاربعين النوويه من قام بهذه المراتب الثلاثه رزقه الله جمال الظاهر والباطن لان النظره البهجه والحسن على الوجه وبالتاكيد تتضمن في الداخل في القلب فرح القلب سرور القلب لذه القلب ابتهاج الباطن فجمع الله له بين البهجه والسرور والنظره وقال الله عن نعيم أهل الجنة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا نظرة في الوجه وسرور في القلب النعيم وطيب القلب يظهر على الوجه نضارة قال تعالى عن أهل الجنة ها وجوه يومئذ الناظرة وقال هذه ما قلناها الان ولقاهم نبدا سروعا نبغى شيء ما قلنا تعرف في وجوههم نظره النعيم تعرف في وجوههم نظره النعيم طيب هذا الدعاء نظر الله لمن حافظ على سنته وفهم سنته وحفظ سنته وبلغ سنته سعى في نشر السنه بين الناس هذا من تجديد الدين مجازاة له كما جدد الدين ونشر السنه في العالمين ان يجدد الله في وجهه هذه النظره ويعيد الرونق الى وجهه والحسن قال سفيان بن عيينه رحمه الله لا تجد احدا من اهل الحديث الا وفي وجهه نظره لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث بيان فضل العلم ونشر السنه وشرح الاحاديث تبليغ الاحاديث حفظ الاحاديث العمل بالاحاديث قال ابن القيم ولو لم يكن في فضل العلم الا هذا وحده لكفى به شرفه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه مفتاح دار السعاده قوله فرب حامل فقه ليس فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ينقل الدليل شخص الى شخص يفهم منه اكثر من الناقل وهذا من فوائد التبليغ ان يستفيد المبلغ وقد يكون له فهم ووعي وفقه اكثر من المبلغ فتحصل الفوائد العظيمه تحصل استنباطات تستفيد الامه من اجتهادات الماخوذه من الاحكام من الاحاديث